ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا حنفي يا أخويا. ألف مبروك يا قمر أنت. الله يبارك فيك. أستاذ اتفضل. اتفضل يا عم ده. ألف مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا شيخ. شفت بقى عمك يا سيدي سبقك في الجواز، عمالك أنت وحنان بقى. إن شاء الله يا خالي. طب وحياتك عندي يا حبيبي، ولا ليك عليا حبتان من أول ما شفت صافية وأنا قلبي اتفتح لها واتمنيت إنها تبقى من اسمتك ونصيبك. فعلا غريبة قوي يا ماما الموضوع ده، كل شيء اسمه ونصيب يا جماعة. طب يا جماعة نستأذن إحنا بقى عشان العرسان يقعدوا مع بعض. أيوة يا حبيبي نستأذن. ما لسه بدري. خلاص بقى معلش عشان هشام عنده محاضرة دلوقتي حالا ولسه هيوصلنا لو ماما. يلا يا حبيبتي. مع السلامة. كلكم بعافية بقى. يلا يا أختي عشان المحاضرة. يلا. مبروك يا حبيبي. يا حبيبي. مع ألف سلامة. مع السلامة. بقول لك ايه يا واد يا شحت، هتيجي معانا ولا هتستنى؟ لا لا شحت هيستنى عشان هكلفه بحاجه يستاذها لي. طب ومال؟ يلا سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. مبروك يا عروس. مبروك يا عروس. بارك فيك. ميرسي. بقول لك يا انا، بقول لك مش عايزك تهون ناحيه الفرن، ها؟ اوكي لا مش عايزه تنحك خالص، ها؟ والموبايل بتاعك تقفله وتجي لي الساعه 10 بالظبط، فاهم؟ حاضر يا معلم. بص ايه، مفيش حلوه الجواز ولا ايه؟ لا حاضر حاضر حاضر. خلي بالك بسرعه، الساعه 10 بالظبط. يلا يلا الساعه 10 بالظبط. يا انت لسه هتتكلم يا اخي؟ يلا ده كله اتضحك عليا فيه وان اتولدت النهارده من جديد. ربنا يديك طولة العمر وانا عوضك عن كل اللي فات. ايوه عوضيني، لحسن اللي فات كله كان مقلب كبير قوي. طب يلا حبيبي بقى قوم عشان نتعشى سوا. ايه ده صحيح عامله لي عشاء؟ كيف وقته ده؟ انا ميت من الجوع. ده انا عامله لك حته عشاء هتاكل صوابعك ورا. تسلم ايديك يا حبيبتي. هي الساعة كام دلوقتي؟ تجيلها تسعة. تسعة؟ حنفي اصلا اتأخرت حبيبتي، الحق اتحشى واطير. تطير؟ تطير على فين؟ لا يعني قصدي حبيبتي مش عايز حد ياخد باله، انت عارفة عشان ما حدش يتكلم. قولي بقى ان انت خايف من الست مراتك مش كده؟ فشل عشان المعلم حنفي البرنس اللي يخاف من واحدة ست. بس يا حبيبتي خايف عليكي ليه؟ مش عايزين حد ينق على الجوازه. خلاص يا حنفي، هتقول لست مراتك امتى؟ ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. كله بأوانه، كله يعني. صف صف. بتحبيني؟ اكيد يا حنفي. لا ما تقوليش اكيد، قولي طبعا. طبعا.